بوليس الإسماعيلية تردوا على أنس الشايب شاهد المزيد من التفاصيل. ظهرت اليوتيوبر بسن إسماعيل اليوم وهي تعلن عن سفرها مباشرة بعد إعلان اليوتيوبر أنس الشايب عن عودته لدبي. هذا ما جعل العديد يتوقعون أن بسن لا تريد لقاء أنس بدبي، لذلك فضلت السفر. أما اليوتيوبر أنس الشايب أكد من خلال آخر بثوثه أنه قام بمقابلة سيكشف من خلالها تفاصيل مهمة عن حقيقة انفصاله عن اليوتيوبر بسن إسماعيل. توقعاتكم بخصوص هذا الخبر أترككم على استراحة. ما ندري اي بلد، ما ندري حبايبي. اليوم مسافرة، اوكي، مسافرة على بلد، يعني بلد مختلفة، اوكي. فاحذروا هون لوين بتتوقعوا انا مسافرة، ويس ادعوا لي. عاملة اجواء حلوة، مستحيل رايحين نتجوز نحن. بس اسمعوا، احذروا وين مسافرين. عم يحضروا، ما فيه ما فيه ايش؟